شركة أدرعي وشركائه للإنتاج الفني الفاشل تقدم لكم 4 مسرحيات من المستشفيات، إذا صدقتها بتكون حثالة. الفصل الأول: نفق عسكري في المستشفى القطري، حفلة كبيرة على اكتشاف هاي الفوهة الخرسانية اللي طلعت بالآخر فوهة خزان مية تحت أرضي، والخرائط والمخططات والصور القديمة كشفتها من أول دقيقة. الفصل الثاني: لستة بتوضح أسماء منفذي عملية 7 أكتوبر، يتناوب فيها القيادي الخميس مع القيادي السبت عشان الجمعة إجازة على إدارة باقي الشباب من الأحد للأربعاء. الفصل الثالث: نفق جديد كمان مرة في مستشفى الشفا. يا عمي إيش قصتكم مع الأنفاق؟ حطوا لك هالكاميرا وصوروا لنا فتحة في الأرض، قال يعني إنه نفق جديد مع إنه بيساعد سلحفة تمشي فيه، بس ماشي. هذا اللي شايفينه اسمه قناة كوابل، تنحط فيه كوابل للكهرباء من المولد لحتى المبنى اللي رايحة عليه. ها اللي بعده، الفصل الرابع والأخير: سلاح في غرفة الرنين المغناطيسي جوا مستشفى الشفا. يعني مش بس كذابين، لا في غباء كمان. ولك يا لوح، هاي غرفة رنين مغناطيسي، رنين مغناطيسي يعني ممنوع دخول المعادن عليها، يعني لو أو مفتاح أو حتى خاتم بيلزق بالحيط. ولكم مغناطيس، مغناطيس ممنوع. وبس، هاي كانت 4 كذبات من الجيش الفاشل اللي من كم يوم عشان يبرر إجرامه في المستشفيات نشر فيديو بيفتخر فيه إنه بدون مونتاج، قال يعني مصداقية عالية، ومسحه بعد ما صار مسخرة للرايح والجاي على تويتر.